اجتماع لمجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم بشأن أوكرانيا، وروسيا تستقبل 40,000 لاجئ من منطقة الصراع. وفاة 10 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص في أنحاء أوروبا بسبب العواصف. والحكومة البريطانية تكشف عن خطط لإلغاء قوانين العزل الذاتي للمصابين بفيروس كورونا. انتصف يوم القاهرة، هذه قراءة إخبارية جديدة. أهلا بكم، تأتيكم من القاهرة وبدايتها مع دانا مدحت. تفضلي دانا. أهلا بك تامر، أهلا بكم مشاهدينا، والبداية مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. قال بيان صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيعقد اجتماعا اليوم لمجلس الأمن القومي حول الوضع في أوكرانيا. هذا وأشار البيان إلى أن بايدن يواصل مراقبة تطور الوضع في أوكرانيا بانتظام، وذلك من قبل فريق الأمن القومي التابع له، والذي أكدوا مجددا أن روسيا يمكن أن تشن هجوما على أوكرانيا في أي وقت. أبلغ طرف الصراع في منطقة دونباس المتنازع عليها في منطقة شرق أوكرانيا عن انتهاكات جديدة لوقف إطلاق النار. الانفصاليون المدعومون من روسيا في منطقة لوغانسك ودونسك قالوا إن قرى تعرضت للقصف عدة مرات، بينما سجل الجيش الأوكراني عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار. أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن وصول أكثر من 40,000 من سكان دونباس بالشرق أوكرانيا إلى منطقة روستوف غرب روسيا. هذا وقالت الوزارة إن أكثر من 2,000 من اللاجئين تم إرسالهم بالقطار إلى منطقتي بورنيغ وكارسك الروسيتين. يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الوقت الذي دعت فيه كييف حلفائها الغربيين إلى وقف سياسة المهادنة حيال موسكو التي يتهمها الغرب بالتحضير لشن هجوم على أوكرانيا بعدما حشدت 150,000 جندي على حدودها. أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأن الاتحاد الأوروبي لن يترك نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا بلا رد حال حدوث ذلك. هذا وأوضح لودريان بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا لا يجرى النظر فيه، ومؤكدا أن القوات الروسية لن يكون لها وجود في الأراضي البيلاروسية بعد انتهاء التدريبات المشتركة ما بين البلدين. هذا وتأتي تصريحات لودريان قبل ساعات من اتصال هاتفي مرتقب ما بين الرئيس الفرنسي والروسي من أجل بحث الأزمة الأوكرانية. حذر الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ من أن كل المؤشرات تدل على أن روسيا تعتزم شن هجوم كامل على أوكرانيا. وأضاف ستولتنبرغ في مقابلة تلفزيونية إن جميع متفقون على أن خطر وقوع هجوم روسي على أوكرانيا مرتفع جدا. ومن ناحية أخرى قال مسؤول بالناتو إن الحلف نقل موظفيه العاملين في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف بغرب البلاد وإلى بروكسل لأسباب أمنية. ها
هذا وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده والولايات المتحدة ستمنعان الشركات الروسية من المتاجرة بالجنيه الاسترليني ومن الدولار إذا أمر الكرملين بغزو أوكرانيا، وأشار إلى أن روسيا تخطط لأكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945 من حيث الحجم، ومضيفا في الوقت ذاته أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن روسيا تعتزم شن غزو سيتوق العاصمة الأوكرانية كييف، وأكد بأن كل الدلائل تشير إلى أن الخطة قد بدأت بالفعل من بعض النواحي. قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن الحلفاء الغربيين لا يمكنهم الاستمرار في تقديم مبادرات سلام إلى روسيا بينما تستمر موسكو في تصعيد التوتر وتقوم بتجارب صاروخية وتواصل حشد قواتها العسكرية على حدود أوكرانيا. عبر وزير المالية الألماني عن مخاوف بلاده من أن ترد روسيا على العقوبات الغربية في حال نشوب حرب في أوكرانيا بقطع إمدادات الغاز، هذا وأشار إلى أن بلاده تأخذ على محمل الجد بأن ترد موسكو على عقوبات الغرب المرتقبة بوقف ضخ الغاز إلى أوروبا، إذ يمثل الغاز الروسي 40% من الاستهلاك الأوروبي، ومضيفا بأن بلاده وضعت خطط طوارئ لتوفير إمدادات بديلة من الغاز إذا أوقفت روسيا تدفق غازها. قال البنك الدولي إنه مستعد لصرف 350 مليون دولار لأوكرانيا وأنه سينتظر في ذلك بحلول نهاية مارس، وذلك في إطار خطة تمويل قصيرة وطويلة الأمد إلى كييف. وقال البنك الدولي في بيان له قال فيه إن رئيس البنك أكد في اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن البنك سيواصل دعم الشعب الأوكراني مع اقتصاده وتلبية احتياجاته التموينية سواء على المدى القصير أو المدى الطويل. كشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن التدريبات التي أجرتها قوات الردع الاستراتيجي قد شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية، وجرى هذا التدريب بمشاركة قوات الجو الفضائية وقوات المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات الاستراتيجية الروسية وأسطولي البحرين الشمالي والأسود في الجيش الروسي. والآن آخر تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تستعرضها لنا الزميلة إيمان الحوزري في العرض التالي. أهلا بكم. ما زالت الأزمة الأوكرانية تفرض نفسها بقوة على الساحة العالمية، حيث تتصاعد الأحداث في شرق أوكرانيا بينما تثار مخاوف من أن تكون مقدمة لغزو روسي لكييف، ليبلغ التوتر الذي بدأ قبل أسابيع ذروته. وتتبادل أوكرانيا والانفصاليون الاتهامات بشأن عمليات القصف رافقها التصعيد السياسي للأزمة الأوكرانية،
فالوضع في منطقتي دونتسك ولوهانسك بإقليم دونباس الأوكراني على حافة الانفجار بعدما أعلن زعماء الانفصاليين التعبئة الكاملة لقواتهم وباشروا بإجلاء المدنيين إلى روسيا. وأعلن الجيش الأوكراني مقتل 2 من عناصره في هجمات وقعت بشرق البلاد عند خط الجبهة بينه وبين الانفصاليين المدعومين من موسكو، فيما أكد مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن هناك زيادة كبيرة في انتهاكات وقف إطلاق النار بين الانفصاليين والقوات الأوكرانية على خطوط التماس مع التصعيد العسكري. وأشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تدريبات الردع الاستراتيجي التي تجريها القوات الروسية، وحسب ما أفاد الكرملين فقد تضمنت التدريبات إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز، حيث تم تحقيق الأهداف المخطط لها وأصابت كل الصواريخ الأهداف المحددة. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من جانبه اتهم روسيا بالسعي إلى الحرب في وقت تسعى بلاده إلى السلام، وتمسك زيلينسكي برغبة بلاده في الانضمام إلى حلف الناتو مطالبا بإطار زمني واضح للانضمام إلى الحلف رغم الرفض الروسي الصارم. من جانبها رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين قالت بدورها إن روسيا شرعت في تقويض الهيكل الأمني الأوروبي وأنها تقوم بمحاولة صارخة لإعادة كتابة قواعد النظام العالمي، مضيفة أنه لا يمكن السماح بحدوث ذلك. من جديد خرجت تحذيرات أمريكية من أن موسكو تخطط لغزو أوكرانيا في غضون أيام. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعرب عن اعتقاده بأن خطط روسيا لغزو أوكرانيا ليست خدعة، متعهداً بوقوف بلاده مع حلفائها في دول البلطيق في وقت قيام روسيا بغزو أوكرانيا. كما حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من التكهن بنوايا روسيا فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، وقالت أيضا بيربوك إن أسوأ ما يمكن القيام به في وقت الأزمات هو التكهن أو افتراض قرارات الطرف الآخر. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لمستجدات ما طرأ على الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية من تطورات. شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. إلى الطقس، حيث تسود محافظات الجمهورية حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بعد التقلبات التي شهدتها أمس. وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة. وللمزيد من المتابعة مشاهدينا، ينضم إلينا مباشرة من هيئة الأرصاد الجوية مراسل إكس نيوز عوض الغنام. عوض، رحب بك معنا في هذه الجولة الإخبارية ومزيد من التفاصيل عن حالة الطقس من فضلك. نعم دانا، تعلمين بأنه يفصلنا نحو شهر عن مغادرة شهر الشتاء واستقبال الربيع، لكن يبدو هذا الشهر سيكون هناك متغيرات جوية تؤثر على المناخ العام في مصر، كما الظاهرة الأخيرة أو المتغير الانخفاض الأخير للانخفاض الجوي الذي مرت به البلاد خلال الساعات الماضية. سنتعرف سويا مع الأستاذة منار غانم، وهي مسؤولة إحدى المسؤولة في يعني المسؤولين في المركز الإعلامي هنا بهيئة الأرصاد الجوية، عن طبيعة هذا المنخفض داخل هذه الإدارة، هي إدارة التنبؤات والإنذار المبكر، وأيضا عن مستوى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة. أستاذة منار، تحياتي لحضرتك. من خلال هذه الصورة التي تظهر خلفنا نريد أن نعرف المشاهد الكريم على طبيعة المتغيرات الجوية خاصة في إطار الخريطة المصرية، في خريطة القطر المصري. أهلا طبعا بحضرتك يا فندم، وأهلا بكل السادة المشاهدين. إحنا بداية من اليوم بنشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بعد 48 ساعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. شهدنا بالأمس سقوط أمطار كانت متفاوتة الشدة ورعدية ونشاط للرياح مع انخفاض في درجات الحرارة، لكن بداية من اليوم هنبدأ نتأثر
بتتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض وفي طبقات الجو العليا، هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس على كافة مناطق الجمهورية. أجواء شتوية مستقرة على كافة الأنحاء. درجات الحرارة كمان اليوم فيها ارتفاع عن الأمس، يمكن بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية، متوقع اليوم تكون العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية. يعني أجواء شتوية مستقرة على كافة قطاعات الجمهورية. الطقس خلال فترة النهار بيكون معتدل الحرارة على سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري القاهرة الكبرى، بيكون دافئ على جنوب البلاد ده خلال فترة النهار، لكن خلال فترة الليل الطقس بيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية. ما هي أهم المحافظات التي ستتأثر سلبا إنجاز التعبير حتى هذه اللحظة بالمنخفض المناخي الذي مرت به البلاد؟ هي أكتر محافظات اللي تأثرت، يعني الحمد لله احنا من اليوم استقرار في الأحوال الجوية، أكتر محافظات اللي تأثرت بحالة عدم الاستقرار بالأمس هي كانت محافظات شمال الصعيد، وصلت لحد سيول، سقوط الأمطار وصل فيها لحد سيول، محافظة البحر الأحمر وسيناء، المناطق دي تشكل فيها بعض السيول وأدى لإغلاق بعض الطرق بالأمس، لكن احنا الحمد لله من اليوم لو احنا ملاحظين من خريطة أو صور الأقمار الصناعية مفيش أي سحب مؤثرة على أي جزء من أجزاء الجمهورية، فاليوم في استقرار في الأحوال الجوية، لكن بالأمس بالفعل كانت محافظات شمال الصعيد، محافظة البحر الأحمر، مدن القناة وسيناء أكتر المحافظات اللي اتأثرت بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. حوالين معدل درجات الحرارة في الساعات القادمة وغدا إن شاء الله؟ هو احنا طبعا في ارتفاع في درجات الحرارة اليوم عن الأمس بحوالي 4 درجات، يعني احنا بنقول اليوم العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية خلال فترة النهار، خلال فترة الليل الصغرى هتكون 10 درجات، في اعتدال في الرياح، فالطقس خلال فترة النهار يعني معتدل تماما، والأيام القادمة إن شاء الله إلى الثلاثاء القادم استقرار في الأحوال الجوية وفي زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، درجات الحرارة كمان فيها ارتفاع تدريجي، يعني غدا العظمى هتكون 20 درجة مئوية، بعد غدا هتكون 22 درجة مئوية. خالص شكرا لتقدير حضرتك. كما تحدثت الأستاذة منار، الجو مشمس ويبدو إن شاء الله سيكون أسبوعا رائعا، لكن سيكون هناك معلومات أكثر تفصيلا في خدمة المراسلين أو الجولة الخاصة بالمراسلين بعد نحو ساعة من الآن حول المنخفض الذي تمر به أوروبا وانعكاس ذلك على مصر خلال مع أواخر هذا الأسبوع. وهذا هو المشهد هنا داخل هذه الإدارة، الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التي تتابع لحظة بلحظة عبر الأقمار الصناعية كل الأجواء في كل أنحاء العالم وما هم بطبيعة الحال المناخ الخاص بمصر. تفضلي دانا. أشكرك زميلي عوض الغنام مراسل إكس نيوز وضيف، والشكر أيضا موصول لضيفتك العزيزة أستاذ منار على هذا الرصد وكل تلك التفاصيل والمعلومات، شكرا جزيلا لكما. وضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية 4 مقاطعات في شمال فرنسا في حالة الطوارئ البرتقالية، وحذرت الهيئة الفرنسية من هبوب رياح تزيد سرعتها عن 100 كيلومتر في الساعة بسبب العاصفة يونيس التي اجتاحت شمال غرب أوروبا أمس السبت. يذكر أن هذه العاصفة أدت إلى مصرع عدد من الأشخاص في كل من هولندا، بولندا، إنجلترا، ألمانيا وبلجيكا. اتصالا مزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مارسيليا مراسل إكسترا نيوز خالد شقير. خالد، ماذا يحدث في فرنسا؟ تحياتي زميلي العزيز تامر ليك ولكل السادة المشاهدين، ليس فرنسا فقط بل في كل دول غرب أوروبا الحقيقة، أما فرنسا فأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية لاميتيو عن حالة الطوارق أو فتح حالة الطوارق المرحلة البرتقالية، وهي ثاني المراحل لبعض من المناطق، 5 مناطق في شمال فرنسا وشمال غرب فرنسا. تامر، الحقيقة
يعني أول أمس حوالي 370 ألف منزل تم انقطاع الكهرباء عليهم في هذه المناطق، مما دفع وزارة الكهرباء الفرنسية بالدفع ب 700 عامل لتصليح الأعطال. الرياح الشديدة وسرعة الرياح الشديدة أصابت 30 إصابة بسبب سقوط كتل خرسانية، دفعت المحافظات وفي المناطق أن تعلن حالة الطوارئ وتطلب من الناس تامر عدم الخروج من منازلهم. أيضا قطاع السكة الحديد SNCF، هذا القطاع أيضا تأثر تأثرا كبيرا بالحالة الطقس في فرنسا وفي بعض من المناطق الفرنسية. جيرال دارمانا وهو وزير الداخلية الفرنسي أعلن عن هذه المناطق مناطق كوارث طبيعية، وذلك في محاولة لدفع التعويضات جراء طبعا هذه الأحداث وهذه الرياح الشديدة. تامر، الرياح الشديدة اليوم هي متواجدة ولكن هنا في جنوب فرنسا بنسبة أقل، 90 كيلو ل 100 كيلو متر في الساعة، أما في شمال فرنسا فتصل إلى 110 كيلو متر في الساعة ل 140 كيلو متر في الساعة. لاميتيو، هيئة الأرصاد، قبل ما أطلع معاك على الهواء مباشرة كانت لها نشرة، وهذه النشرة كانت بتطالب تامر فيها الفرنسيين في مناطق نور بات كالي وأيضا بعض من المناطق في جنوب غرب فرنسا بتوخي الحيطة والحذر وعدم الخروج بصفة خاصة في مساء هذا اليوم وصباح الغد. الجديد تامر أن هيئة الأرصاد الفرنسية أكدت على أن يوم الغد ستشهد أمطار عادية على كامل التراب الفرنسي إلا بعض المناطق القليلة مع زيادة سرعة الرياح. إذن يعني عاصفة يونيس هي سببت كثير من الذعر هنا في أيضا في بعض من الدول الأوروبية منها بروكسل حيث كنت متواجد بالأمس، وشاهدنا أعطال كبيرة جدا في القطارات وقطارات السكك الحديدية. نعم، شكرا لك خالد شقير مراسل إكسترا نيوز، إذ كنت معنا من مارسيليا. هذا واجتاحت العواصف أنحاء متفرقة من أوروبا ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وانقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص في أنحاء القارة، حيث تم تسجيل عدة وفيات في ألمانيا وفي هولندا وبريطانيا وأيرلندا بسبب هذه الأعاصير. كما انقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص في بريطانيا، حيث تسببت العاصفة يونيس في رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة وقد تسببت في أضرار بالملايين.
والآن إلى كلمة نائبة الرئيس الأمريكي في مؤتمر ميونخ، فإلى هناك في هذا البث المباشر. كشيء جديد أو هل ناقشتم معه تلك القضايا سابقا؟ أنا أقدر الرئيس زيلينسكي ورغبته في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ومن بين المبادئ التوجيهية لحلف شمال الأطلسي هو أن أي دولة يجب أن يكون لها القدرة لتقرير مصيرها سواء فيما يخص حكومتها، وفي هذه الحالة رغبتها فيما إذا كانت ترغب في أن تصبح عضوة في حلف شمال الأطلسي. وأنا أضع الأمور في سياقها لأننا نتحدث عن رفضنا لإملاء أي دولة من ينضم إلى حلف شمال الأطلسي ومن لا ينضم. لذلك مسألة السيادة مهمة، لذلك أنا أحترم وأقدر رغبة زيلينسكي في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. هذا الحلف هو يضم عددا من الدول كمجموعة، وهذه الدول تتخذ قرارات مشتركة بناء على مبادئ توجيهية أيضا، وبالتالي هناك شروط ومعايير لهذه العضوية، وهذا هو المسار. لا تحدث الأمور بين عشية وضحاها. لا يمكن أن تقول دولة أريد أن أكون عضوة وتصبح كذلك فورا، ولا يمكن أن تمنع دولة من التعبير عن هذا الحق. والآن نحن نتحدث عن عدوان محتمل من روسيا ضد أوكرانيا. بالنسبة لبوتين عندما يطالب بالحصول على ضمانات بألا تصبح أوكرانيا عضوة في هذا الحلف، هل هذه المطالبات تجعلنا نستبعد أي حل دبلوماسي لهذا النزاع؟ أنا لا ألوم الرئيس زيلينسكي على رغبته في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لكن دعونا نركز على المهم حاليا. دولته محاصرة بالكامل من قبل القوات الروسية. أعتقد أنه أتى إلى هنا، هذا رأيي وهذا تقييمي وتخميني، هو جاء إلى هنا من أجل أن يقول إنه لا يقف لوحده. وأنا قلت له في اجتماعي إن أمريكا تقف معك، لأننا فعلا نقف معها كما يفعل هذا المجتمع من الحلفاء والشركاء. لذلك أنا أعرف لماذا هو أتى إلى هنا، وليس لدي تخمين ثاني، وأعرف لماذا قال تلك الكلمات. هو في وضع دولته محاصرة، وكل أشخاص العقلانيين يعرفون أنه محاصر بقوات معادية. شكرا جزيلا سيدة نائبة الرئيس. الأسبوع الماضي تحدثتم عن نظام سويفت، وأن العقوبات قد تشمل منع روسيا من نظام سويفت. كيف ستفرضون عقوبات على روسيا دون أن تضمنوا نظام سويفت في هذه الحزمة؟ في الوقت الحالي نحن أوضحنا موقفنا، وسنتحدث عن تصعيد عقوباتنا مستقبلاً عند اللزوم ضد روسيا. الولايات المتحدة الأمريكية هل لديها دليل بأن بوتين أعطى أمراً بشأن عدوان وهجوم على أوكرانيا؟ وبالنسبة لزيلينسكي وشكوكه كيف تردون؟ كما قال الرئيس بايدن، نحن نعتقد أن بوتين اتخذ قرار بغزو أوكرانيا، نقطة نهاية. بالنسبة للتحالف في سياق حلف شمال الأطلسي، نحن نتشارك المعلومات الاستخبارية لأننا نريد أن نتأكد أننا نستند إلى نفس المعلومات عندما نقوم باتخاذ قرارات كهذه وقرارات تخص العقوبات. وأنا قلت هذا على من
المنصة أمس. الكل لم يتفق في البداية حول العواقب التي ستكون إذا توغلت روسيا في أوكرانيا، وقلنا علينا أن نجتمع وعلينا أن نناقش الأمر، لأن كل أمة من هذه الأمم، وأنا قضيت وقتا طويلا مع المستشار الألماني أمس وقادة آخرين. عندما ننظر إلى دلالة هذه العقوبات فهي عقوبات ضخمة، ولذلك كل الأمم التي تشترك فيها تدرك وتعرف أنه لا يمكن أن نتحدث بشكل مدقق ومفصل عن هذه العقوبات. هذه العقوبات ستكون قاسية ولا يمكن أن تكون رقيقة. ولذلك أنا أعود إلى السؤال الأخير، نحن سنعيد تقييمنا بناء على الأحداث، وأعدنا تقييمنا للأحداث بناء على ما حدث في الأسابيع والأشهر الماضية. إذن أوكرانيا وأمريكا تشتركان نفس الرؤية حول رغبة بوتين في الغزو. كان هناك اتصالا مباشرا بين وكالاتنا الاستخبارية والوكالات الاستخبارية الأوكرانية حول هذا الموضوع. ونتحول الآن إلى هذه الجلسة ضمن مؤتمر ميونخ الأمريكي. إذن هذه بعض من وقائع المؤتمر الصحفي لنائبة الرئيس الأمريكي حول الوضع في أوكرانيا. قالت إجمالا أن أمريكا تقف مع أوكرانيا وأنها تقدر رغبة الرئيس الأوكراني للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، واختتمت إجمالا أن أمريكا لديها دليل بأن الرئيس الروسي أعطى الأوامر بشن هجوم على أوكرانيا. والآن نذهب معا إلى هذا الفصل. أهلا بكم مجددا. افتتح وكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين أعمال الجلسة العامة من أجل مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنية. وفي بداية الجلسة العامة المجلس قد أحال المستشار أحمد سعد الدين 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة و9 مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة من أجل دراستها وإعداد تقرير بشأنها. اختتمت فعاليات التدريب البحري الدولي الذي تنفذه عناصر من القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك باشتراك عدد من القطع البحرية المصرية والأمريكية. تضمنت فعاليات التدريب عددا من الأنشطة التدريبية المكثفة في مجال الأمن البحري وفي مجال حماية خطوط المواصلات البحرية وفي مواجهة أعمال التهريب ومكافحة الألغام البحرية. اختتمت فعاليات التدريب البحري الدولي IMX CE22 والذي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك باشتراك عدد من القطع البحرية المصرية والأمريكية. وتضمنت فعاليات التدريب عددا من الأنشطة التدريبية المكثفة في مجال الأمن البحري وحماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة أعمال التهريب ومكافحة الألغام البحرية. كما تم عقد عدد من جلسات التشاور مع مركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين عبر الفيديو كونفرنس بغرض تبادل الخبرات التدريبية وتوحيد المفاهيم العملياتية. كما نفذت العناصر المشتركة بالتدريب أعمال التعامل مع المركبة المسيرة آلياً التي تعمل تحت سطح البحر، وذلك للتدريب على أحدث الأساليب العالمية في مجال مكافحة الألغام البحرية. ونفذت القوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بالتدريب أعمال مكافحة العبوات المرتجلة والشراك الخداعية وإزالة الألغام. كما تم تنفيذ أعمال تأمين المسطحات المائية بالموانئ وتأمين خروج السفن من الممرات الملاحية. يأتي التدريب IMX CE22
في إطار تطوير قدرات القوات البحرية في مجال التخطيط والقيادة والسيطرة والاتصالات وتنفيذ العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات غير النمطية وتأمين مسرح العمليات بالبحر الأحمر. أوضح وزير الموارد المائية وري محمد عبد العاطي بأن مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي. وخلال لقائه مع المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي آيات سليمان، قد أكد وزير الري أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات المائية والتي تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية، ومشيرا في هذا الصدد لأهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين. كما أكد عبد العاطي أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر. احتلت قضايا العدالة الاجتماعية صدارة أولويات الدولة المصرية، حيث أطلقت العديد من المبادرات للتخفيف عن كاهل المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري. المزيد في العرض التالي مع زميلة إيمان الحزري. أهلا بكم. احتلت قضايا العدالة الاجتماعية صدارة أولويات الدولة المصرية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأطلقت العديد من المبادرات لتخفيف عن كاهل المواطنين. يأتي في المقدمة مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتي تعد أكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر والعالم، سواء وفقا لعدد المستفيدين نحو 60 مليون مواطن بما يزيد على نصف سكان مصر، وكذلك في حجم المخصصات المالية نحو 800 مليار جنيه. واهتمت الدولة بتطوير المناطق غير الآمنة لتوفير حياة كريمة لقاطنيها، فضلا عن التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي وبرنامج سكن كريم. كما أطلقت الدولة المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحي والتي أسهمت في تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا، فضلا عن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين. ولم تغب المرأة عن برامج الحماية الاجتماعية، حيث أطلقت الدولة العديد من البرامج، منها برنامج مستورة الذي يوفر مظلة حماية للمرأة المعيلة من خلال تقديم قروض لإنشاء مشروعات صغيرة. وتعددت برامج الحماية الاجتماعية لتشمل الأطفال أيضا من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية والثقافية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية واكتشاف الموهوبين منهم. ويجسد برنامج أطفال بلا مأوى ومبادرة تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية اهتمام الدولة بهذا الملف. وفي إطار حرص الدولة على التوسع في برامج مكافحة الفقر وتوفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعي، بلغ حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالي 2019-2020 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي أسهمت في تقليل معدلات الفقر وساعدت كثيرا في الوصول للمستحقين على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية. كذلك تعد مصر وفق منظمة العمل الدولية الأعلى إفريقيا وعربيا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية. إذن كان هذا عرضا موجزا حول جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية. شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. وإلى آخر تطورات فيروس كورونا، حيث يعتزم بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني عن إلغاء خطة ضرورة العزل الذاتي للمصابين بهذا الفيروس. هذا وقال جونسون في بيان إن فيروس كورونا لن يختفي فجأة، لافتا إلى ضرورة التعايش مع هذا الفيروس والاستمرار في الوقاية دون فرض قيود على الحريات.
أعلن معهد روبرت كوخ الألماني عن تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا من جديد، حيث أوضح هذا المعهد أن مكاتب الصحة الألمانية سجلت 118,032 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية، بينما بلغ عدد حالات الوفاة الجديدة جراء الإصابة بهذا الفيروس إلى 73 حالة وفاة خلال ذات الفترة. وأكد المعهد أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها ولم يتم تسجيلها. نظم مناهضون لتطعيم ضد فيروس كورونا مظاهرات خارج مباني البرلمان بالعاصمة النيوزيلندية، حيث طالب المتظاهرون بإنهاء التطعيم الإجباري ضد هذا الفيروس. وكان الاحتجاج ضد تفويضات لقاح فيروس كورونا قد بدأ قبل أسبوعين، عندما توجهت قافلة من الشاحنات والسيارات إلى العاصمة النيوزيلندية. هذه أخبار الاقتصاد. وجه وزير البترول طارق الملا بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ مراحل مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة الجاري تنفيذها وفقا لأعلى معايير الجودة. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العليا للمشروعات البترولية لاستعراض موقف تقديم الأعمال الهندسية والأعمال الإنشائية بها، والتي تضمنت مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز في محافظة البحيرة، والذي يعد الأول من نوعه في مصر وإفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم، إضافة إلى مشروع إنشاء مجمع إنتاج السولار بشركة أمبك ومشروع توسعات مصفات شركة ميدر بالإسكندرية. نفى المركز الإعلامي المجلس الوزراء تلاعب بعض محطات الوقود في عددات لترات بقصد تربح بعد قرار تحريك أسعار البنزين. هذا وشد المركز على التزام محطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية بأسعار الوقود والمقررة دون تلاعب بكميات صرفه للمواطنين، ومشيرا إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة محطات الوقود من أجل التأكد من توافر الوقود بأنواعه وبيعه بالأسعار المقررة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات. كما ناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي محطة وقود قد تتلاعب بأسعار الوقود أو بكميات صرفه. استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، حيث استقر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بقيمة 15 جنيها و65 قرشا للشراء و15 جنيها و77 قرشا للبيع، بينما تراجع اليورو ليصل إلى 17 جنيها و80 قرشا للشراء و17 جنيها و94 قرشا للبيع، بينما استقر الجنيه أمام الريال السعودي بقيمة 4 جنيهات و7 14 قرشا للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع. رياضيا، حققت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتية الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات الدوري العالمي والتي تقام بالفجيرة، بعدما تغلبت على لاعبة النمسا بنتيجة 1-0. كما توج علي الصاوي لاعب المنتخب الميدالية البرونزية أيضا
كذلك أحلام يوسف ليكون الحصاد 3 برونزيات. تأهل البطل المصري محمد الشربجي المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش إلى نهائي بطولة واشنطن أون فاير للاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 16 إلى 21 من فبراير الجاري. الشربجي فاز في الدور نصف النهائي على منافسه إيكر باجارس بنتيجة 3-1، حيث تفوق الشربجي في أول شوطين قبل أن ينسحب منافسه في الشوط الثالث للإصابة لتحسم المباراة لصالح الشربجي. Great finish. Wowzers. From Bahara's. Slapped it into the net. Fantastic stuff, yeah. وفي منافسات السيدات تأهلت نور الشربيني لاعبة المنتخب المصري للسكواش والمصنفة الأولى عالميا إلى نهائي بطولة واشنطن أون فاير الدولية. هذا وصعدت نور الشربيني للنهائي بعد فوزها على مواطنتها نور الطيب بنتيجة 3-1 في لقاء استغرق 42 دقيقة فقط. ومن المقرر أن تلتقي نور الشربيني في النهائي مع النيوزيلندية جويل كينغ. وصلت بعثة فريق الزمالك إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من أنغولا، حيث تعادل الزمالك سلبيا أمام ساغرادا الأنغولي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة اليوم قبل بدء الاستعدادات للقاء الوداد المغربي مساء السبت. هذا ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في 9 من مساء السبت القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة. ويواجه المصري البورسعيدي اليوم نظيره الكونغولي مازيمبي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. ويبحث المصري عن الفوز لاقتناص صدارة هذه المجموعة. هذا وكان الفريق قد تعادل سلبيا مع مضيف القطن الكاميروني في مستهل مشواره بدور المجموعات، بينما فاز مازيمبي على مواطنه أوثو ديو بهدف نظيف. يحل فريق بيراميدز اليوم ضيفا على زاناكو الزامبي ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث يسعى بيراميدز لمواصلة سلسلة انتصاراته القارية مع حصد 3 نقاط أخرى خارج أرضه من أجل الوصول إلى النقطة السادسة والتربع على قمة المجموعة الأولى. كان بيراميدز قد تغلب على أهلي طرابلس في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدفين مقابل هدف واحد. هذا ويستأنف فريق الأهلي تدريباته غدا الاثنين من أجل استعداده لمواجهة مصر المقصة، والمقرر لها 8 مساء الثلاثاء المقبل على استاديو السلام بالجولة 10 لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك عقب عودة الفريق الأحمر من السودان بعد التعادل السلبي مع الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا. ويتطلع الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات بالدوري بعد التعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق في آخر ظهور بهذه المسابقة.
تختتم اليوم فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 والتي تستضيفها مدينة بيجين الصينية في الفترة من 24 من شهر فبراير الحالي. وتتصدر النرويج الترتيب العام لدورة الألعاب الشتوية، وتحتل ألمانيا المركز الثاني، بينما جاءت الصين ثالثا، واحتلت الولايات المتحدة المركز الرابع في الترتيب العام. هذا وتشهد منافسات دورة الألعاب الشتوية بكين 2022 العديد من النتائج المميزة، نتابعها في سياق هذا العرض. وهذه نقطة ختامنا في هذه القراءة الإخبارية، ومعها نذكر بأهم ما كان معنا من أنباء. اجتماع لمجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم بشأن أوكرانيا، وروسيا تستقبل 40,000 لاجئ من منطقة الصراع. وفاة 10 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص في أنحاء أوروبا بسبب العواصف. الحكومة البريطانية تكشف عن خطط لإلغاء قوانين العزل الذاتي للمصابين بفيروس كورونا. وفي الختام مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. كنت معكم أنا دانا متحة وزميلي تامر حنفي، نشكر لكم طيب المتابعة وإلى الملتقى بإذن الله.